أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة والديه وهما غير مسلمين، لأن عدم حضوره يسبب المشاكل بينه وبين إخوانه وأقاربه؟ لا، الكافر يتولاه الكفار، والمسلم لا يتولى جنازة الكافر ولو كان من أولاده، إلا إذا لم يكن له من يدفنه فإنه يدفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدفن أبا طالب، أن يواريه، فإذا لم يكن له أحد من يتولون من الكفار فالمسلمون لا يتركونه على وجه الأرض جثة، بل يدفنونه، لكن لا يدفنونه في مقابر المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.